السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، نبدأ درسا جديدا من دروس قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث ثانوي. طبعا أخذنا في الدرس السابق طبعا لبرونورو لاتيف سامبل، وأخذنا منها لبرونورو لاتيف كي الذي وظيفته سي جي طبعا فاعل، وأخذنا ضمير ك والذي وظيفته كوبليمون دوبجي ديريكت مفعول به مباشر. واليوم سنتطرق إلى ضمير الوصل البسيط، ضمير الوصل البسيط هو اللونزي. هيا بنا. لبرونور لاتيف سامبل هو لوبجيكتيف الهدف، هدف الدرس. جو كوني لبرونور لاتيف هو، سأتعرف على ضمير الوصل هو. هنا دو فراز، لدينا هاتان الجملتين، لدينا هاتين الجملتين. لا فيل مو بلي انورمومون، جو في دان سيت فيل. La ville me plaît énormément. Je vis dans cette ville. On remarque que le mot ville est répété dans la deuxième phrase. نلاحظ أن كلمة la ville, المدينة مكررة في الجملة الثانية. وقبلها يوجد حرف الجر dans. Dans cette ville, في هذه المدينة. في هذه المدينة. Le verbe vie هو فعل vivre, يعيش. فعل vivre يعيش. طبعا يعيش هو من الافعال اللازمه en transitif، وهذا الفعل نعرف نحن انه يمكن ان ياخذ ظرف مكان، يعيش في الحديقه، يعيش في المنزل، يعيش في باريس وهكذا. اذا اردنا ان نعرف كلمه dans cette ville في هذه المدينه في الجمله الثانيه، فاعرابها هو complement de lieu، ظرف مكان، ظرف مكان complement de lieu. الآن نريد أن نربط هاتين الجملتين بضمير الوصل المناسب لكوبليمون دو ليو، لظرف المكان. طبعا ضمير الوصل هو او كما تكلمنا في البداية. ماذا سنفعل؟ نأتي بكلمة لا فيل في بداية الجملة ونضعها في بداية الكلام، لا فيل، لا فيل. الآن نأتي بالكلمة المكررة ونحولها إلى ضمير وصل، وهذا الضمير هو او. لماذا او؟ لان الكلمه في محل كوبليمون دو ليو، ظرف مكان. لا فيل او، لا فيل او، المدينه التي فيها، المدينه التي فيها جو في اعيش. اذا اين اعيش انا؟ اعيش في المدينه لا فيل او جو في، المدينه التي اعيش فيها مو بلي انورميمون، تعجبني كثيرا. اذا استنتج Je déduis ou remplace le mot répété complément de lieu pour une chose. إذن ou تحل محل الكلمة المكررة التي موقعها ظرف مكان. طبعا وهذه تخص الأشياء. ou تخص الأشياء. المثال example. Le jour était lundi. Le jour était lundi. Je suis né dans ce jour. Je suis né dans ce jour. On remarque que le mot jour, نلاحظ أن كلمة jour مكررة est répétée dans la deuxième phrase, في الجملة الثانية. Et وقبلها حرف الجر dans, في هذا اليوم. Le jour, اليوم, était lundi. كان يوم اثنين. Je suis né, أنا ولدت في هذا اليوم. متى ولدت أنا؟ ولدت في هذا اليوم. إذن هنا dans ce jour هو complément de temps، ظرف زمان، complément de temps. لاحظوا كيف ستتحول الجملتين إلى جملة وصلية باستخدام ضمير الوصل او. Le jour، النهار، طبعا نأتي بالكلمة المكررة الآن dans ce jour ونحولها إلى ضمير وصل او. Le jour او، اليوم الذي فيه، اليوم الذي فيه. Je suis né، ولدت، était lundi، كان يوم اثنين. Le jour où je suis né était lundi. اليوم الذي ولدت فيه كان يوم اثنين. إذا استنتج، je déduis ou remplace le mot répété complément de temps. ou تحل محل الكلمة المكررة complément de temps، ظرف مكان، ظرف زمان. Activité 3، نشاط الثالث. لدينا هذه الجملة. J'aime ce village. J'habite dans ce village. لاحظوا village مكررة هنا وقبلها حرف الجر dans، في. إذا بما أنه يوجد لدينا حرف جر في، فإذا هنا نشير إلى المكان. وفعل أبيت، فعل أبيتي، فيرب أبيتي، يسكن. أين أسكن؟ dans ce village، في هذه القرية. J'aime ce village، أحب هذه القرية.
جابيت دون سو فيلاج، أنا أسكن في هذه القرية. أين أسكن؟ في هذه القرية. أين أسكن؟ في هذه القرية. إذن القرية هنا اسم ظرف مكان، إذن كوبليمون دو ليو. تصبح الجملة على الشكل التالي: جيم سو فيلاج. لاحظوا كلمة فيلاج يجب أن نضع ضمير الوصل الذي يعود على كلمة القرية وهو أو. لاحظوا أو تعود على القرية. جيم سو فيلاج، أحب هذه القرية أو التي فيها جابيت أسكن، التي أسكن فيها. إذن الأو هنا بمحل ظرف مكان، كوبليمون دو ليو. مثال آخر: سي لوزين، إنه المصنع. جي ترافاي، أنا أعمل فيه. أنا أعمل فيه، أين أعمل أنا؟ أعمل فيه، يعني أنا أعمل في المصنع. هنا لدينا الإجريج، هذه الإجريج هي برونو بيرسونيل كوبليمون دو ليو، هي ضمير شخصي في محل ظرف مكان. لاحظوا جملتين، نريد أن نربط بين هاتين الجملتين بضمير وصل. نقول سي لوزين، إنه المصنع. جو ترافاي، أنا أعمل. سي لوزين أو جو ترافاي، إنه المصنع الذي فيه أو جو ترافاي أعمل. إنه المصنع الذي أعمل فيه. إذن جو ديدوي، أستنتج. لو بو غومبلاسي لو كوبليمون دو ليو، لو يمكن أن تحل محل كوبليمون دو ليو ظرف المكان، أو لو برونو بيرسونيل إيغريك، أو تحل محل ضمير الشخصي إيغريك الذي طبعا في محل ظرف مكان يكون. إيفاليواسيون، تقييم. إكزرسيس: La ville je suis allé est une petite. Je suis allé، ذهبت. ذهبت إلى أين؟ طبعا ذهبت فعل ذهب، يأخذ حرف الجر دون أو آ، إلى يعني يأخذ بمعنى مكان. فإذا هنا La ville، المدينة. المدينة التي ذهبت إليها. فإذا هنا نتكلم عن مكان، فإذا نضع أو. La ville où، المدينة التي إليها. Je suis allé، ذهبت. ذهبت أنا. Est une petite، تكون صغيرة. C'est le mois d'avril، إنه شهر نيسان. إنه شهر نيسان. Nous partons en vacances، نذهب في عطلة. نذهب في عطلة، متى نذهب في عطلة؟ في شهر نيسان. إذن نتكلم عن ظرف زمان، إذن نضع أو. C'est le mois d'avril، إنه شهر نيسان الذي فيه. Nous partons en vacances، نذهب في عطلة. Le village je suis né et à 30 كيلومتر d'ici. القرية التي ولدت فيها. Je suis né، التي ولدت فيها. أين ولدت أنا؟ ولدت في القرية. القرية التي ولدت فيها et à 30 كيلومتر d'ici، هي على بعد 30 كيلومتر من هنا. إذن سنضع هنا ضمير الوصل أو. لاحظوا الأو تعود على كلمة القرية، أو تعود على شهر نيسان، أو تعود على كلمة الفيل. ولاحظوا هنا كلمة جو سويز لي، ذهبت. فإذا فعل ذهب يأخذ ظرف مكان. سافرنا في عطلة، متى سافرنا؟ أين سافرنا في عطلة؟ وهكذا. إذا مكان أو ظرف زمان. جيم سيتيزين، أحب هذا المصنع. جو ترافاي، أعمل. أين أعمل أنا؟ أعمل في المصنع. إذا أحب هذا المصنع أو جو ترافاي، الذي أعمل فيه. جيم سيتيزين، أحب هذا المصنع أو جو ترافاي، الذي أعمل فيه. إذا أعيد قراءة الجمل: La ville où je suis allé est petite. طبعا هنا إن يجب حذفها. المدينة التي ولدت أذهب إليها صغيرة. C'est le mois d'avril، إنه شهر نيسان. Où nous partons en vacances، الذي نذهب فيه في عطلة. Le village، القرية، طبعا اسم مذكر. Le village où je suis né est à 30 كيلومتر d'ici. J'aime cette usine، أحب هذا المصنع. Où je travaille، الذي أعمل فيه. Si vous avez des questions، vous pouvez les poser. إذا لديكم أسئلة يمكنكم أن تطرحوها. Je vous remercie. أشكركم. إذن أستنتج، ننهي الدرس. Alors où remplace le mot répété complément de lieu ou complément de temps. إذن où تحل محل الكلمة المكررة، إما ظرف مكان أو ظرف زمان. Exemple: La ville est très loin. المدينة تكون بعيدة جدا. Je travaille dans cette ville. أنا أعمل في هذه المدينة. إذن السؤال المطروح: أين أعمل أنا؟ أعمل في المدينة. فإذا هنا نشير إلى مكان. تصبح الجملة: La ville، المدينة، أو التي فيها. Je travaille، أعمل. Est très loin، بعيدة جدا.
جو ريميرسي.